هكذا تبدو محافظة الحديدة مثخنة بالدمار والخراب في مفتتح عام لا جديد فيه سوى الإرهاب والموت، وصارت ميليشيا الحوثي الإرهابية تعبث في حياة الأرض والإنسان. ما تمارس الميليشيات الحوثية الإجرامية من فظائع ومن يعني قتل ومن إبادة ومن تفجير البيوت وإحراقها دون أن تحرك حتى ساكنا، دون حتى أن تشجب وأن تندد، دون حتى أن يصيب المبعوث الأممي القلق. ودع سكان الحديدة العام 2021 بمئات من المجازر ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإيرانية بحقهم قصفا وقنصا وبالألغام، متسببة في مقتل وإصابة الآلاف من المواطنين معظمهم من الأطفال والنساء. ها هي تستقبل العام الجديد بإحراق قرابة 50 منزلا وتشريد الآلاف من السكان. ما تمارس الميليشيات الحوثية هي سلسلة من الجرائم المتصلة منذ انقلابها في 2014 على الشرعية الدستورية وعلى الشعب اليمني وعلى مؤسسات الدولة، وما زالت في غيها تمارس الجرائم من الاغتيالات والتصفية الجسدية والسجون والاعتقالات وحرق المساكن. لم تكتفي ميليشيا الإرهاب الحوثي الإيراني بذلك، لتستيقظ الحديدة على تهديد هو الأخطر، إذ تضع ميليشيا الإرهاب الحوثي البحر الأحمر والحديدة معا في مهب عناصرها الإرهابية للقيام بالقرصنة، معرضة التجارة المحلية والإقليمية والدولية في البحر الأحمر للخطر. يقول مراقبون: إذا كان العالم لا يعرف مخاطر ميليشيا الحوثي على الممر الدولي وعلى القرصنة فعلى الدنيا السلام، ويؤمنون الممر الدولي وغيره من الممرات من هذه الجماعة الإجرامية التي لا تعترف إلا بنفسها ولا تنفذ إلا أغراض ومخططات أسيادها في إيران. يتجاهل المجتمع الدولي مخاطر استمرار ميليشيا الحوثي الإيرانية في الحديدة، فيكون ذلك باعثا ومشجعا لها على الاستمرار في عملياتها الإرهابية لتضع البحر الأحمر في كف الإرهاب الحوثي الإيراني. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، محافظة الحديدة.